صباح الخير إبراهيم، صباح الخير لارا مرة أخرى، وصباح الخير لكافة مشاهدي شاشة التلفزيون الأردني وبرنامج يوم جديد. كما أسلفنا في التصبيحة وفي المحور الأول، هناك اليوم وبرعاية ملكية سامية سيكون افتتاح مهرجان جرش للثقافة والفنون في نسخته 35، وسيكون الافتتاح الرسمي عند تمام الساعة 7 مساء على المسرح الشمالي من موقع المدينة الأثرية. للحديث عن دور بلدية جرش الكبرى التي هي شريك رئيسي واستراتيجي مع إدارة مهرجان جرش للثقافة والفنون، نستضيف عطوفة نائب محافظ جرش رئيس لجنة بلدية جرش الكبرى حمد الكرازني. صباح الخير أستاذ حمد. يسعد صباحك، صباح السادة المشاهدين. الله يعطيك العافية. بدنا يعني تعطينا بداية عن يعني طبيعة دور البلدية في محافظة جرش وفيما يتعلق بدورها بشكل عام في هذا المهرجان. بلدية جرش هي شريك استراتيجي مع إدارة المهرجان. دور البلدية يقتصر على الدعم اللوجستي لإدارة المهرجان وإشراك المجتمع المحلي في فعاليات المهرجان كاملة. تم تشكيل مجموعة لجان مختصة منها الثقافية والفن التشكيلي والدعم اللوجستي لمواكبة فعاليات المهرجان والتنظيم بين الإدارة وبين المجتمع المحلي، إضافة لكوادرنا زملائي الأعزاء واللي لهم كل التقدير والاحترام من عمال الوطن، أكثر من 50 عام الوطن خصصناهم لموقع المهرجان لديمومة النظافة في مختلف المواقع داخليا وخارجيا. يعني أنا سعيد جدا أن يكون البلدية كان لها دور كبير في إشراك المجتمع المحلي في مختلف الفعاليات، فأي موهبة أو أي قامة شعرية أو ثقافية أو أدبية حتى والفن التشكيلي وغيرها من المواهب تم تبنيها عن طريق البلدية وإشراكها بالتنسيق مع إدارة المهرجان. يعني هناك لجان تم تشكيلها من قبل البلدية مع المجتمع المحلي، يا ريت تحدثنا عن أبرز هذه اللجان. من أبرز هذه اللجان مثلا اللجنة الثقافية تعمل على التنسيق بين المثقفين وأصحاب الثقافة في محافظة جرش، والمنتديات الثقافية، الشعراء، المثقفين. هاي اللجنة كان دورها تنسيقي، ونظمنا عمل عدة لقاءات شعرية ستكون لها فعاليات، وأدعو أهلي في جرش أن يكونوا مع شعرائنا مع مثقفينا في فعالياتهم. في عندنا لجنة كمان ضمت الحرفيين وهم يعني من أصحاب الحرف التقليدية تواكب حضارة المهرجان، الحضارة القديمة والحضارة الحالية. هاي كمان من لجنة مختصة في عرض الحرف اليدوية الموجودة. من أهم اللجان اللي عندنا اللي هي لجنة تمثيل المرأة. عندنا سيدات في جرش مبدعات جدا وإلهن كل الدعم من البلدية من خلال تمكين المرأة لدينا، دائرة تمكين المرأة لدينا. تم إشراك مختلف السيدات في محافظة جرش لإبراز منتجاتهن وتسويقها وعرض منتجاتهن في هذا المهرجان، وهي فرصة قيمة جدا من خلال زوار المهرجان سواء من خارج المملكة أو من داخل المملكة لمساعدة هذه السيدات في تسويق منتجاتهن وتعريف المواطنين على هذه القامات الوطنية في جرش التي نعتز بها ونأمل أن تكون منهج لأسرنا في مختلف المحافظات بأن يكون للسيدة دور فاعل في رفع دخل الأسرة. عطوفتك بدنا يعني احنا نعجب دائما بالخيمة اللي بتخصصها بلدية جرش لزوار المهرجان، يا ريت تعطينا هيك فكرة عن يعني هذه الخيمة. هاي الخيمة طبعا هاي احنا أخذناها من عادات أهل جرش إكرام الضيف، فهذه الخيمة أنشأناها احنا كبلدية لاستقبال الزوار، زوار مهرجان جرش في حفلات قد يكون هناك لدينا ضيوف رسميين أو أي زائر إلى جرش من هذات العادات الجرشية، الطيب والكرم والاستقبال الضيف. أنشأنا هذه الخيمة لاستقبال الضيوف لما بين تكون الفعاليات قد بدأت. طيب عطوفتك بدنا منك كلمة أخيرة لزوار جرش ولأهالي جرش إذا سمحت. أهالي جرش إحنا يعني أنا أتكلم بصفتي الآن أعتبر نفسي أحد أبناء جرش. احنا مبسوطين جدا وفرحانين بهذا اليوم الوطني الجميل ان نستقبل ضيوفنا الاعزاء،
وأدعو إنه هذا مختلف أرجاء الوطن إنه هذا الملتقى، لأنه يعني مهرجان جرش في هذا العام معظم فقراته هي مجانية، وفيها فقرات يعني البرنامج يعني مزدحم بالفعاليات القيمة جدا. أدعو يعني أبناء أهالينا من مختلف أرجاء الوطن زيارة جرش والتمتع بمناظرها الحضرية والطبيعية. الله يعطيك العافية، يعني إحنا شاكرين جدا لك على هذه الإطلالة معنا صباح هذا اليوم عبر برنامج يوم جديد ومن خلال شاشة التلفزيون الأردني. زملائي وزميلاتي في استوديو برنامج يوم جديد، نعود إليكم لاستكمال باقي فقرات البرنامج، ونذكركم بأنه اليوم هو موعد الرسمي لافتتاح مهرجان جرش للثقافة والفنون في نسخته 35. إليكم زملائي في استوديو برنامج يوم جديد لاستكمال باقي فقرات البرنامج.